بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، رفع الله قدرك ورفع الله قدر الجميع. كن إن شاء الله ربي إن شاء الله ذا رومي بعد في اللون الهموم، وكن يسر ربي إن شاء الله دوث الأخر، وكن يفكر ربي إن شاء الله ثم عيش اللي سر فلا فانسر. عنوان الدرس: قوارب النجاة. الدنيا بحر متلاطم الأمواج، دنيث أكسواليم والسهلال، وربي الناد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الشافعي رضي الله عنه سئل عن واجب وأوجب، وعن صعب وأصعب، وعن عجيب وأعجب إلى آخره. قال: من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، إلى أن يقول: والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. الدنيث سعى الهموم، سعى وكورا، سعى ثلفا، سعى كلش، ولكن وهي قصيرة، وهي أقصر من أن نقصرها. يعني الدنيث ولما غزفث والزلف، وهي حياة واحدة يوثن تذرث. الإنسان إذا أحسن استثمارها وحولها إلى مزرعة للطاعات والقربات والباقيات الصالحات كان من الناجين، وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله. دنيث وين سفاقا أتير شغلتي بحير، بحيرة يزرع فيها اللي إن شاء الله يغلث يوم القيامة. هذه الزرع هذه الدنيث أين يغلث؟ ذي الآخر. وفيه إشكال آخر لا ندري متى تنتهي الحياة، معنى الإنسان عايش ما علمش وقتاش يموت، هذه مشكلة أخرى. الإنسان لابد أن يتهيأ لهذه المفاجأة، لا ندري. ربي قال: ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والإمام الله يرحمه الشيخ الإمام الشافعي نهار اللي قال: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. المثال سراجو ياكو إناس مذياز أم ذياز معنى الشاعر أم ذياز إناس صلاة في النبي الطهر نتسان ذفاف الشفاعة فقصتن الموت زيغ ثوعر أشحال فردان الساعة إقفغو يغزي في العمر لابد دو الساعة. شعر من مشكات النبوة، يعني من مشكات ميراث النبوة. أين ديوسان ذي القرآن والسنة يبثي دسفرو ها صلاة في النبي الطهر نتسانغ فاف نشفاعة صاحب الشفاعة الكبرى المسينا إقفغو يغزي في العمر لابد دو الساعة. والموت واحدة ولكن أسبابها متعددة. لذلك يا جماعة الخير، هذه الدنيا فيها أمواج متلاطمة، بحر عميق، والإنسان لا يستطيع أن يوقف أمواج البحر. لا يمكن واحد اللي يمشي في البحر يشوف الأمواج متاع البحر، ما يقدرش يقول يا أمواج توقفي، مستحيل. هذه غير ربي اللي يقدر لها. ربي كما في سورة ياسين الآية 82:
ربي قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن نحن معاشر البشر ما نقدروش، واحد ما يقدرش يوقف الأمواج. واش يقدر؟ يقدر يمشي السفينة نتاعو مليح برك، هذا ما كان. ربان السفينة لابد أن ينصرف جهده إلى حسن القيادة، ولا ينصرف جهده إلى إيقاف الأمواج، هذا في دائرة المستحيل، لا يطاق، لا يستطاع. يعني ونسان لا أقل ذي المعقول وسقران البحر حفظ أحفظ الموجة فيه، ولسان لا عقد المعقول هذه يسلك يمانيس يسلك راسه. كيفاش يسلك راسه؟ كاين قوارب وكاين سبل النجاة. كان الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يأتي أحد الصحابة يقول يا رسول الله من نجاة؟ لاش تفريد السلاك؟ كيفاش نسلكه بخير وعلى خير؟ لو كان عندنا زوج حياة يعني عايشين من بعد الموت ومن بعد نوليو، سهلة. مين الله غالب، حياة واحدة كي نروحوا بقوا على خير، ذهاب بلا رجوع، نروحوا دنسوا غال. لذلك الإنسان لازم يكون شاطر كيفاش يسلك راسه في هذه الحياة. هناك سبل النجاة وهي كثيرة. طبعا جمعنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث قال كي قالوا من نجاة يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وقال يسعك بيتك إلى آخره. نجمع كاع النصوص نجيبوا يسانتاز، يعني كما يقولوا خلاصة، خلاصة من القرآن والسنة. إذن سبل النجاة، قوارب النجاة كثيرة، على رأسها الإخلاص. الخلاص في الإخلاص مختصر، بمعنى أغسلك يا ربي بخير وعلى خير، أنا من ربي ونسعو الإخلاص القلاون، خطر كل حاجة يا ربي. بمعنى الإمام الذهبي تحدث عن حقيقة الإيمان، الإمام النووي وغيرهما، الخلاصة قال لك الإيمان تظهر حقيقته في ثلاثة أمور: تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وتطبيق بالجوارح والأركان. ثلاثة الإيمان الذي يصدق تقول ودفغ ذي قيلس ودفان ذي الميدان ذي العمل ذي الخير إلى آخره. لذلك ربي قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، معناه اكتسفوا ذي الإيمان. في قراءة عندي 10 جرام الإيمان تكفيني، كما يزيد الإنسان في الإيمان كلما يكون أحسن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الإخلاص ربي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ورب قال كما في آخر آية في سورة الكهف الآية 110، رب قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أويني رجل من قبل ربي أذي خذم الخذمة صلحا وأذي خذمي وذم ربي إخلاص، خطر ما يخدم مثل يوايض لا ثافيع يعتسف ولكن بلا الفائدة، يعني تعب باطل، ولكن لازم يتعب ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى. والإخلاص به يحفظ عمله وجهده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكي قارب النجاة رقم واحد. القارب الثاني العبادة، ربي لك عبد فيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية جاءت في سورة الذاريات في الآية 56، ولكن موضعها عجيب وأمرها عجيب، سيأتي بيانها بعد حين. إذن ربي وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نكون ذي الظالث نقرد الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد الشيري كان هنا بذرة ويض. والعبادة يا إخواني الكرام عبادتان، العبادة بمفهومها الخاص وبمفهومها العام. بمفهوم الخاص كما دل على ذلك حديث ابن عمر مثلا، بني الإسلام على خمس، يعني إلى محمد رسول الله تصلي ثرم الزكاة العشورة رمضان الحج ونزمران إلى آخره. ولكن الذكر عبادة والدعاء عبادة إلى آخره، هذه عبادات. ولكن كاين عبادات اجتماعية هكذا تسمى في المصطلح، بمعنى يتعدى آثارها إلى الغير،
ليست قاصرة النفع، هي متعدية النفع. ما معنى متعدية النفع؟ معنى تنفع مولاه وتنفع غيره. درك مثلا انتم جزاكم الله خيرا، هذا الجامع تبنا وزيدوا وسعتوه، ربي وسع لكم ان شاء الله في جنة الفردوس. الذي فكر والذي دبر والذي خطط والذي ساعد والذي اسهم والذي، كلكم شركاء في الاجر. وربي قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اللي عنده راي هذا ينفق. قالوا المتنبي زمان قال الراي قبل شجاعه الشجعان، هو الاول وهي في المحل الثاني. ولسان الراي ذا يروجيك سا يسال كنز، وسعتوه ربي وسع لكم ما شاء الله. هذا عمل متعد النفع، بمعنى لم يكن قاصر النفع، ما بقاش غير ينفع بافيس، ينفع بافيس يسعى لجر، ينفع الامه، ينفع سلمان، ينفع المجتمع. وقال يسعى ونيك الليلاني مغفان ثجالي وجيلاني موضان. وقيك عمل نهار اللي ابن عباس كان معتكف كما تعلمون في المسجد النبوي، معتكف في رمضان، وبعدين خزر شاف واحد مسلم عليه سحابة هم مهموم حزين كئيب، قالوا ما بك يا أخ الإسلام؟ أحكى له المشكلة نتاعو، قالوا هيا بينا يلا نمشي معاك نعاونك واش نقدر. كي وصلوا لباب الجامع عتبة المسجد قالوا أنسيت ما أنت فيه يا ابن عباس؟ راك نسيت بلي راك معتكف ما تخرج. قالوا ما نسيت ما انا فيه، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر مشير الى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمه الحديث بتعدد الروايات باش يقول له رساله باللي كي نمشي معاك ونعاونك هذا عمل لله، هذه عباده ولكن متعديه النفع ليست قاصره النفع. وربي قال في القران في اوائل سوره المائده يا أيها الذين آمنوا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مع ونث أفوس دقفوس ثعكم الزين تفسوس، أفوس دقفوس ثعكم الزين أتفسوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثقي عبادة التكافل الاجتماعي والتعاون إلى آخره على لإعمار الحياة. الحياة ربي خلقنا باش نعمروها. اللي يدير الفلاحة راه يعمر، واللي يبني راه يعمر، واللي يقرا راه يعمر، واللي يدير التجارة راه يعمر. هذه كلها عمارة. وبذلك نحقق شهادتنا على الناس التي لا يمكن أن تتحقق إلا بذلك، كما قال القرآن في سورة البقرة في الآية 143 قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، علاه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يمكن للشاهد أن يكون غائبا. أريد مرارا ينادي الشهد أذيني الخير ما إلا أريح ذرارا إلى قذيل يحضر بشدي الشهد، وإلا لا تقبل شهادته، ترفض شهادته لغيابه. لذلك ربي قال لتكونوا الشهداء على الناس، وهذا مقام التشريف والتكليف الآن نفسه، مقام التشريف، لأن الله رفع من قيمة هذه الأمة لتكون أمة شهد على الناس على جميع الأقوام السابقة وجميع النبيين والمرسلين. هل بلغوا أم ليبلغوا؟ هل الأقوام هل آمنوا أم كفروا؟ هل كانوا من الطائعين أم من العصاة؟ أمة لا تشهد، وهذا مقام شريف جدا تأكد في سورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية التي أبكت المصطفى صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة حينما طلب من الصحابي الجليل باش يقرأ له ابن مسعود، قالوا اقرأ علي، قالوا أقرأ عليك وعليك أنزل، قالوا أحب أن أسمع من غيري إلى آخره. وبعدين قال لك وصل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء. كي وصل الآية 41 قالوا حسبك أحبس، يعني تكمل لها. ابن مسعود قال لك نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدموع يتسلو، خاطر هذا موقف جلل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك
على هؤلاء شهيدا، نقام جلل كبير سامق. إذن تشريف وتكليف في الوقت نفسه. ربي قال سورة البقرة 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك تأكد في سورة العمران خاصة الآية 139 وكذلك 140، والآيات كثيرة والقرآن يشرح بعضه بعض. إذا جماعة الخير العبادة. ثورة القارب الثالث ما هو؟ التوبة. هو ربي خاطب المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. معناتها التوبة النصوحة مطلوبة منا جميعا كلنا. سمعت واش قال الشافعي؟ قال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب. ما شفت الواجب وأوجب من وربي سبحانه يفتح كما قال ابن القيم رحمه الله. قال لك ربي سبحانه حينما جاب كاع النصوص المتعلقة بالتوبة قال لك إن هذه النصوص ليس المراد منها التشجيع على المعصية، ولكن المراد منها فتح باب التوبة، معنى تيسير التوبة لا التشجيع على المعصية. خاطر كي تسمع مثلا ربي سبحانه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، وهي أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يلي غرق في الذنوب ربي يقول ما تخافوش، لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش من رحمة ربي، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربي تسميحك الذنوب كن ملانت مزيث مقريث فسوسيث زيث، إنه هو الغفور الرحيم. أربع تأكيدات في آية واحدة، أي أرجى آية في القرآن. وفي حديث أخرجه الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. 24 ساعة وباب التوبة مفتوحة. وكذلك في حديث قدسي الجليل إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خير العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. شيء عجيب جدا. النتيجة أن الواحد لازم يحسن التوبة مع ربي سبحانه عز وجل بشروطها المعروفة، التوبة النصوح إما 3 شروط أو 4 شروط بالتفاصيل المعروفة. قارب النجاة. أما السعد بن ثوفن وتأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة. خاطر عندنا واحد العادة ماشي مليحة، يقول لك التوبة نتوب من بعد. وقتاش نتوب؟ كي نجيب لا روتريت وتشوف الصلاة الزكاة الذكر ما شاء الله. واحد آخر يقول كي نلقى الخدمة وتشوف نتوب توبة نتاع صح. والآخر يقول لك نتوب في رمضان، والله ما عليه بالي كيف وصل رمضان ولا. ولكن الشيطان يكلخلنا بزاف. ابن القيم الله يرحمه قال الشيطان يأتي الإنسان من باب المعصية، فإن عجز يأتيه من باب الطاعة ولا يهمه بأيه مفاز. يجي الواحد يقول ما صليش مازالك صغير، غير كي وصلت 50 سنة مازالك، واللي عنده 60 سنة يقول مازالك صغير، ماشي كيما هذوك اللي وصلوا 80 85، انت صغير يا عجبة. 60 سنة فيها ايه يعني؟ كي تكبر مليح ان شاء الله والله يبارك، الدنيا واسعة. وتعرفوا احنا كاين اللي صلينا عليه وما يصليوش، وما كاينش موقف صعب كيما هذا. تصوروا معنا، تصوروا نصليوا على واحد جامي صلى ركعه، عنده 0 ركعه في الصلد نتاعو ولو، يعني كيفاش نقولوا له؟ يلا نقولوا ربي اسمحوا له، صغير ماشي صغير، مزي ورمزي ولا ربي اسمح له، ما على بالوش باللي الصلاه تفرض على باله. كيفاش نقولوا؟ صعب جدا والله، غير موقف صعب. لذلك يونم ذياز نعود إليه نسأل المؤمنين يوانرو في الوقت ذهن الله ما تشكين عودة تظرو إن سلم ورنتظال الله السوق ما يعمر ذي فرو غس ما يززز الغلا سلعة ذي اللان ذي الزبور لضيور وذي تفرفيرا سلعة ذي اللان ذي الطورات إذور الوذالين سلعة ذي اللن ذي الإنجيل الطجرة ذوين ثمران سلعة ذي اللن ذي القرآن يلدين في بولاي غلقا إن زد في محمد رسول النبي عزيزا. معناه راهي عالج ظاهرة، ظاهرة الذين يصومون و إلى آخره ولكن لا يصلون.
اسمه في الترتيب الأولوي، الصلاة تأتي بعد التوحيد في حديث ابن عمر كما استمعنا إليه، بني الإسلام على خمس، بعد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تأتي الصلاة، وأول ما نسأل عنه يوم القيامة الصلاة، والصلاة هي عماد الدين. ولكن احنا قلبنا الأمور، قال نصوم ونديروا كلش، معليش دوك معليش نقول لي صم وما يصليش ما تصومش، لا لا ما قلتش هاك وما نقولش، نقول له سقم روحك، هذا ما كان سقم روحك، يعني بروفيتي مادام مازالك عايش، روح توب لربي توبة نصح وصلي، صلي ربي قال أقيموا الصلاة، سورة البقرة الآية 110 وغيرها، وآتوا الزكاة، الصلاة عماد الدين. يلا إذن جماعة الخير، القارب الثالث التوبة، ربي توب علينا جميعا إن شاء الله. القارب الرابع وهو مهم جدا، العمل الصالح، معنى لازم نخدموا الخير، لازم نخدموا الصلاح، هذا هو المقصود. بمعنى والقرآن يقول العمل الصالح بمفهوم عام، عمل صالح بناء المساجد عمل صالح، المدارس القرآنية عمل صالح، الفلاحة والزراعة والتجارة والقراية، مساعدة الفقراء والمساكين وصلة الأرحام، هذه كله عمل صالح، كله عمل صالح. ربي قال، أعود مرة أخرى سورة الكهف الآية 110، ربي قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وربي قال في سورة التوبة الآية 105 قال وقل اعملوا، خدموا الخير، خدموا الصلاح، خدموا العبادة للدنيا والآخرة، عمرهم في زوج، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أول من تعرض عليه الأعمال ربي سبحانه، ربي يحصى يزرى، أين يفرن أين دي ظهرا، المخفي والظاهر كل شيء عند ربي سبحانه معلوم، يعلم ما كان ويعلم ما لا يكون كيف كان يكون، فهو علام الغيوب. ربي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بعد قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، لانفيزيبل لو فيزيبل، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. شوف شحال ربي ذكر كلمة العمل، العمل ربي زرك ودي قار خذ مث أين تخذ من ذي الدنيث أتغل ثم ذي لا خرث، والعمل هذا اسمحوا له في حدود الطاقة. ربي قال اتقوا الله ما استطعتم، وربي قال اتقوا الله حق تقاته، كان مستوى كان مستوى، والمسلم يتأرجح بين هذين المستويين، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا وسعها، ولكن في الوقت نفسه لازم يكون صاحب همة عالية، خاطر ربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ ليث مثلا هذا العمل وبه نعمر هذه الحياة، وكاين قارب آخر، سبيل آخر للنجاة، ما هو؟ ثيمات الأخوة، أي ثمثن ورن سعي ثيمات محقور، ثيمات هذه كاين ثيمات نتاع النسب، قرابة دموية لها اعتبارها ولها وزنها، والأرحام لها وزنها في شريعة الله في الوحيين في القرآن والسنة، ولكن كاين ايضا رحم اخرى اللي هي الاخوه في الله، يوض من ربي، ربي قال في القران انما المؤمنون اخوه، المؤمنين ذات ماثان، والاخوه هذه حاجه كبيره، كنز كبير، ثيمات يوض من ربي، ذي الروج اورنكفو اورنحفو اورنفنو، هذا هو الكنز الذي لابد أن نحافظ عليه. ممكن قد يقول قائل ولكن نحن في الدنيا نختلف، الخلاف التجارة والأراضي والحدود وحتى الاختلاف في الرأي والاختلاف في أمور، من بعد وراء المشكل حتى مشكل، الصحابة عليهم الرضوان كين قرأوا السيرة نتاعهم طيبة لربهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، واش من الخلاصة من وصولها؟ أن الصحابة يتكاملون ولا يتكررون، الصحابة مش دي فوتوكوبي ولا لا لا، الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، هل يعني باللي الآخرين ما عندهمش الرحمة؟ لا عندهم الرحمة،
ولكن صفة بارزة في الخليفة الصديق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. ما يعنيش بالخرين ما عندهمش، عندهم كامل. وأصدقهم حياء عثمان الرجل الذي تستحي منه الملائكة، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، معاذ بن جبل. وأعلمهم بالفرائض الفراض الفرضي زيد بن ثابت. ما يعنيش باقي الصحابة ما عرفوش علم الفرائض، المواريث يعرفوا، ولكن أعلم الصحابة بذلك. وهكذا والحكايات كثيرة في هذا، إلى أن يقول ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح. إذن لاحظوا معي، والصحابة يتكاملون ولا يتكررون. إذن نحن قد نختلف وقد يختلف إخواننا، عادي نورمال كما يقول لي جندرك نورمال، وراه المشكل. ولكن عند الخلاف ربي أعطانا الحلول، شرع غدي قر ما ثم خلفهم. أما ذا خنت وشلت، أما ذا قذروم، أما ذي ثدارث، أما ذي الحومة، أما ذي تجارة، أما ذي ثليسة، أما في ثمورث، أما في زمورث، أما ذي الراي، أين يفغوي الخلاف أشوغ دينا ربي أدي قرار ورث ربي وغرث غير نفين ذا يا إفكار لربار يعني معالم، وإفكار قوارب النجاة حتى في الظروف الصعبة. واش قال في سورة النساء الآية 65؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الآية اللي سمعتوها أوردونونس، وصفة طبية، الآية 65 من سورة النساء. ربي الناد ما ثم خلف وغسر الشرع بالمختصر المفيد دايا. ولكن في كثرة شروط أنو غال الشرع أنو غال النبي صلى الله عليه وسلم شو ديننا، وذا أنا رفو إلى قن قفل داخل قفل لقادرين قفل خطر من قفلارة داخل. ربي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إلى قادرين قفل نرضى. وسط ثلاثة إلى قد تطبيق بلا إشكال في التنفيذ كما يقول السادة القضاة أو السادة القانونيون، بلا إشكال في التنفيذ. بمعنى هذا الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شرط الأول، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، شرط الثاني، ويسلموا تسليما، الشرط الثالث، التسليم الظاهري أو التطبيق بلا إشكال في التنفيذ. والسلام عليكم بثلا واحد هذا مكان. وكين قارب آخر من قوارب النجاة، ما هو؟ هو الثبات. ربي ثبتنا، خطر الدنيا معمرة بالعواصف، معمرة بالهزات والزلازل، ولا لا لا، والمصائب هذه سهلة؟ والله ما هي سهلة، هذه موت، هذه خسارة، هذه حوادث، ربي نجيكم ونجينا، هذه أمراض، وهذه لا إله محمد رسول الله. وربي قالنا في القرآن، قال في سورة البقرة في الآية 155 في الآية 156 قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين واش قال؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنعمه أن يشوف هنا الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هذا جماعة الخير ذا يروج، صبر باش الإنسان يثبت في هذه الحياة، وإلا يثبت قرن قبيلي مثل زاد المصيبة أرثرت وشولت إلا شوي صبر ويقذر ويقصبر. ونسان الإيمان وين ونسان الإيمان يقذر المصيبة كي تجي. المؤمن موصول بالله نرمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلات زيد قدر الله وما شاء فعل. أمر أحفظتك الشر ربي، شفتوا الثبات، ثبات الجبال الرواسي اللي عبر عليها الشافعي مرة أخرى، قال دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. يخل الإيمان بالقضاء والقدر فإذا ركز من ركاز الإيمان. وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إلى أن يقول: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وما وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. فوال. لذلك هذه معاني مهمة نأخذها من كتاب والسنة، وممن يشرح الكتاب والسنة أي غير باش ربي ثبتنا، أغي ثبت ربي تعرف ميسع الكوراج، مرحبا استيك الشيء ربي. إما يخص الثابتة مسكينة ذي روح، وكان اللي يخلي صلاته على بالك صار المصيب يخلي صلاة، هذا مشي هكذا مشي هكذا، ولا يسخط ولا يبدأ يحاسب ولا بلا عقل برك، ارضى بقضاء الله وقدره، وفيه راحة راحة عظمى جدا جدا. لذلك الله أكبر، نذكر ثاني واحد المعنى أيضا مهم في هذا المجال، إيه هو؟ أن الإنسان ربي سبحانه في سورة إبراهيم من الآية 24 حتى الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإيش بيصر ربي تجرى تجرى إنساني زوران ويثندي القاعة سايفور كون سال جذرة أتسيهو زواضو سيقل العارة قارس تقذيليث ولاش تاشي طوري هو زواضو، ما كانش شجرة اللي ما هزهاش الريح، إذا كانت ثابتة عندها جذور ممتدة في أعناق الأرض ما يقلعهاش ما يقتلعهاش هذاك الريح، مهما كانت الريح يعني قوية ولا العواصف هوجاء لا يمكن. هكذا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس بلا استثناء للناس، إلى أن يقول: يثبت الله الذين آمنوا. أرجع لها، قال: يثبت الله الذين آمنوا باش بالقول الثابت. هذا القرآن يا جماعة الخير، كلام ربي، غير ربي اللي يقدر يقول هذا الكلام برك، وما شهد له عمالقة البيان وفرسان البلاغة كبار، اللي قال ربي سبحانه: قل إن قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الشاعر: قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا، إليه ندعو ولا بقاء لغيره، وإن رمينا ظلما وعدوانا، وللآذان إذا نادى المنادي به يهز الأسماع ويقرع الآذان، الله أكبر نادى بها بلال دكت قلاع الشرك وأوثانا، الله أكبر نادى بها بلال بنت لصرح الدين أركانا، وفي الصلاة راحتنا وموعدنا مع الرحمن جموعا ووحدانا. لذلك ربي قال في الآيتين 26-27 سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بقي قاربان وأتوقف، القارب الأول ما قبل الأخير هو العلم، لازم القراية. العلم هذا مش معناته سهل، كاين علماء اللي بدأوا الحرف الأول بدأ في 40 سنة، يعني الحرف الأول ألفون بدأ يقرأ في كي وصل 40 سنة. ما يجيش واحد يقول لك القرايه لازم في 5 سنين 4 سنين، لا انا واحد يقرا في الدنيا هذه، يقرا كتاب الله المفتوح، هذا الكون الفسيح اللي عبر عليه في القران كما في سوره فصلت الايه 53: سنريهم اياتنا في الافاق، يلا انظر، وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، ولا كتاب الله المقروء، وربي قال في القران: اقرا باسم ربك، اقرا، المهم باسم ربك برك. المشكلة كاع راهي هنا، إذا كان القراية اتصلت بالله عمرت
وإذا انفصلت عن الله دمرت. علاش لك احنا نقولوا اعطيني الفهم لا اقرا؟ علاه ممكن تلقى واحد يقرا ما يعرف ربي ما يعرف النبي ما يدير الخير ما والو غير يخلط ربي يهديه. هذا واش نقولوا حنا؟ انت غير الهدايه ما انت واحد حتى حاجه اخرى. فقط ربي قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولكن اذا كان قرايه هكذا اقرا باسم ربك مربوطه ما تخافش. واش قريت تعرف ربي؟ واش قريت؟ قلنا قريت لا جيولوجي، قلت اقرا طبقه الارض ولا غير تعرف ربي ما تخافش. تقول قال الاسترونومي علم الفلك، ايه هو ربي سبحانه تعرفه. سمعت الايه صرت فصلت دوك نقرا بعض الايات. واحد يقول انا قريت لا ميديسين، اقرا الله يعينك. واحد يقول علم الجغرافيا، واحد يقول قريت علوم الشريعه، علوم شريفه ما شاء الله، الله يبارك فيك ما شاء الله، اقرا برك. ولكن اقرا باسم ربك، هكذا قال الله اقرا باسم ربك. العلم هذا ممكن نلخصه في لحظات في افكار. اولا ربي قال في القران الكريم، قال في سوره محمد صلى الله عليه وسلم الايه رقم 19، قال فاعلم انه لا اله الا الله. معنى لازم يكون هذا العلم يسبق، هذا العلم يكون مرافق يسبق ويرافق. علاه؟ كي يرافقه معنى كل ما ازداد علما كلما إيمانك يزداد. من مقوية الإيمان العلم. لذلك ربي قال في سورة طه الآية 114، قال وقل ربي زدني علما. الإمام البيروني الله يرحمه آخر لحظة مازال يقرأ، حكى عليه أبو عبد الفتاح أبو غدة في كتابه قيمة الزمان عند العلماء، قالك جاءه عواده هو ويحتضر قرب ذمث قريش المستكر راحة يسلاس نسمع لهم يتناقشوا في مساله. قال لهم كي تلقاو الجواب اعطوني الجواب. قال واش دير بالعلم؟ واش دير بالقرايه؟ انت درك راك رايح راك تموت. قالوا احب ان القى الله وانا اعرفها، هذيك المعلومه افضل من ان القاه وانا اجهلها. ناس خير تلقى في الغرب بسنة ثم سنيك ثاش تقول في السنغاره. كان يحتضر وذكره عبد الفتاح ابو غده في كتابه قيمه الزمن عند العلماء. هكذا كان حرصهم، يستثمرون الزمن والاوقات في العلم وفي طلبه وتحصيله الى اخر رمق. لذلك ربي قال في سوره طه الايه 114 وقل ربي زدني علما. اروح ندير معكم رحله في القران الكريم تشوف هذا العقل اللي اعطاه ربي البنادم. إذا كان تبع لا في دروت كما يقولوا في الإعلام، لا في دروت اللي دارها ربي ونبي يوصل للنهاية يقينا يعني بلا شك. يلا ربي قال في سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وحد ربي في هذه الآية انبثاث الزوجية في الكون، في عالم البشر، في عالم الجن، في عالم الملائكة، في عالم الطيور، في عالم الحيوانات، في عالم السحاب، في عالم الذرة، في جميع العوالم ما نعلم وما نعلم. ذلك ربي قال ومما لا يعلم، معناتها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سورة ياسين الآية 36. ربي قال في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبعدين ربي قال في سورة الذاريات الآية 7 قال والسماء ذات الحبك أتولد جنوانة واحد ربي سبحانه أمشي ثني خلوق. سبحان الله والسماء ذات الحبك. أمشي شوية توصل الآية رقم 20 ربي قال وفي الأرض آيات للموقنين. هذا الأرض اللي عايشين فيها أنعاميه حاجة عجيبة أيضا. ومن بعد الآية 21 قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولمن كتس واحد ربي أمشي دي خلق ربي مزاغيك أمشي دي خلق ربي لسيك أمشي هذا الرادار اللي راه يميز بين الأصوات، هذا اللسان اللي يهدر وهذا العين اللي تشوف. سبحان الله رجلينا برك اللي أعطانا ربي هذه النعمة، برك جينا كاع على رجلينا الحمد ربي. هذه نعمة كبيرة بزاف، اللي بغى يعرف قيمتها يشوف اللي يمشي في لاجيزيرلونت. ربي يثبت الاجر ويشفي الجميع. انعاميه. خطر مشكلتنا ماشي مع النعم الجديده، مع النعم المالوفه. النعم المالوفه نورمال
تنوض تشوف بعينك وتمشي برجليك عاد. يا ولدي والله لو كان تعرفوا هذه النعم، نحمد ربي ونعبد ربي ليل ونهار وما درنا والو. ربي قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعم ايوه. وربي قال وسيجزي الله الشاكرين. ربي يعطي لك نعمه وكي تقول له ربي الحمد لله يزيد لك نعمه اخرى ويزيد يبارك فيها. ونقول في كل مره نقول هكذا وسيجزي. وفي الصلاه تعلم النبي عليه الصلاه والسلام نقول سمع الله لمن حمده، وبعدين نقول ربنا ولك الحمد، وسوره الفاتحه تبدا بالحمد لله رب العالمين. يا جماعه الخير النهايه هذه الايات اللي سمعتها الان في سوره الذاريات تكمل الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون، الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين، القرآن يشرح بعضه بعضا، الآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين، وبعدين ربك يوصل الآية 50 تعرف ايش قالنا؟ قال ففروا إلى الله. الله أكبر. وين نروحوا؟ وين النجاة؟ غير ربي سبحانه. الله يرحم ابن عطاء الله قال من وجد الله فماذا فقد. للقى ربي ما راح له والو، ولي فان ربي غير ثمس ولا شي شي روح. اي 50 مباشره ربي قال ففروا الى الله الى اخر الايه. وبعدين الايه 55 قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اي انت تساعد في كثير تسمح تدويار. ابري الايه 56 قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اخر قارب النجاة وهو الدعاء. كل اللي سمعناه ما نغفلوش عن الدعاء. علاه؟ ندعيو ربي. ندعيو ربي سبحانه باش يدوم، باش ربي يثبتنا، باش ربي يدوم الطاعة نتاعنا ليه، باش ربي يبعدنا على المصائب، يبعدنا على المعاصي والى الدعاء. لذلك علمنا الله عز وجل في آيات كثيرة كيف ندعو الله عز وجل، آيات كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها. وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة، ورواية أخرى الحديث الدعاء هو العبادة هكذا. وربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو ربي باش ربي يثبتنا في هذه الحياة ويسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين.